حقنة هتلر. ايه قصة حقنة هتلر دي؟ حقنة انتشرت بشكل كبير جدا جدا واصبحت شائعة، وعلى فكرة هي مش حاجة جديدة، هي بقالها فترة طويلة جدا وبتنتشر بشكل كبير جدا مع دخلة الشتاء. طبعا في الشتاء ناس بتتعب بشكل كبير، دور البرد، نزلات الانفلونزا، المضاعفات الكتير بتحصل بسبب ادوار البرد، فالناس بتكون عايزه حل سريع لان دور البرد عموما بيطول، يعني بيقعد لاسبوع اسبوعين وساعات اكتر من كده، فالناس بتبقى عايزه حاجه تنجز على طول علشان اللي عايز يرجع شغله او البرد بيتعبه فعايز يخف بسرعه. فاختراع اتعمل اسمها حقنه هتلر، حاجات بتتحط على بعض، مضاد حيوي على مسكن على معرفش ايه، حاجات كتير تتاخد الحقنه دي، وبعدين يقول لك خلاص فجاه يعني هتاخد الحقنه دور البرد هيختفي تماما. لكن الحقيقه ان ده مش صح خالص، وان الحقنه دي سواء بقى اسمها هتلر او اتسمت اسامي كتير جدا الفتره اللي فاتت، الحقنه السحريه، تركيبه دور البرد، يعني كان ليها اسماء كتيره، لكن النتيجه واحده، ان هي مجموعه من الحاجات اللي بتتحط على بعض علشان خاطر تسرع الوقت والطريقة اللي الواحد يشفى بيها من دور البرد. زي ما قلت لحضراتكم مضاعفاتها خطيرة جدا جدا جدا، قد تصل إلى الوفاة، وخاصة إن ده لا يتم تحت إشراف طبي، لأن كل واحد في المضادات الحيوية بالتحديد يحتاج يعني دكتور هو اللي يكتب له عليها، ودي حقنة أنت مش عارف إيه تفاصيلها ومش عارف إيه اللي بيحصل من تفاعلات دوائية جواها. خلينا بس نروح نشوف التقرير نعرف أكتر عن هذه الحقنة وبعدين نرجع نتكلم بالتفصيل. تركيبة من مضادات حيوية يتم استخدامها دون وصفات طبية، يدعي مصنعوها غير المتخصصين أن لها مفعولاً سحرياً في القضاء على نزلات البرد، بينما تحذر وزارة الصحة المصرية مؤكدة أن لها تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. إنها حقنة هتلر. سمعت عن حقنة هتلر قبل كده وبيقولوا بتعالج دور الانفلونزا الجامد. بس سمعت ان حد خدها دخلته المستشفى كان ضغط عالي وكده يعني. الصيدلي حذرنا ان ما تاخدهاش. فما سمعتش كلامه. خدت حقنة وتاني يوم خدت حقنة. بعديها بيومين او يوم ونص كده بدأت اللي انا افقد الطعم والتذوق. لا بشم ولا بستطعم. رغم خطورة هذه التركيبة إلا أن الصيادلة أنفسهم يؤكدون انتشارها خاصة بالمناطق الشعبية ومع بداية فصل الشتاء. بالنسبة للمناطق الشعبية بتسأل عليها كتير جدا، يعني لو احنا شغالين 12 ساعة في اليوم ممكن يسأل عليا مثلا حوالي 30 مرة في اليوم. في بعض الناس يعني بيتحايلوا علينا عشان يديها لهم. احنا بننصح المرضى ان هو ما ينفعش ياخدها عشان هي ليها اشتراطات معينة لمرضى الضغط ومرضى السكر. فلما برفض بقول له اديك التركيبه، يقول لي طب معلش مالكش دعوه، انا هاخد التركيبه دي، انا مريض عادي داخل لك عايز الثلاث اصناف دول، اصرفهم لي واديني الحقن بتاعتها. فبنديها له وهو بيركبها في البيت. يؤكد الاطباء ان بعض المواطنين ينخدعون بتاثير الحقن اللحظي على اخفاء اعراضهم دون ادراك لمدى خطوره ذلك. في الحقنه دي بنستخدم مضاد حيوي حقنه واحده، وده غير كافي طبعا لانه هو يعالج مشكله، وخاصه مع البرد والانفلونزا اللي مش بتحتاج مضاد حيوي بالمره لانه مرض فيروسي. الحاجه الثانيه بنستخدم كورتيزون، والكورتيزون كلنا نعرف اضرار استخدامه، يعني هو بيرفع الضغط وبيرفع السكر وبيأثر على المعده وبيأثر على مناعه الشخص. الحاجه الاخيره المسكنات. المسكنات الحقيقه استخدامها عن طريق الحقن بالوريد ليها اضرار كبيره، لان ممكن الناس يكون عندهم حساسيه من استخدام هذه المسكنات بشكل ده. اذا كان في حد شعر باي تحسن بعد ما خد الحقنه دي، ده مش معناه ان الحقنه كانت هي السبب. الحقنه ممكن فعلا انها تقلل بعض الاعراض عند بعض الناس، لكن لازم نكون عارفين انه البرد والانفلونزا من العموم بيخف بعد اسبوع في معظم الناس، وبالتالي ما هياش الحقنه هي السبب، هي كل اللي عملته انها خففت الاعراض شويه لكن عرضته لخطوره الاستخدام الغير مقنن لدواء ممكن يكون سبب للوفاه. عدم اخذ اي علاج دون وصفه طبيب مختص وضبط جرعات المضادات الحيويه تحديدا هو السبيل الوحيد وفقا للمتخصصين لحمايه صحه المواطنين من الممارسات الصحيه الخطيره، والا ستتكرر فكره حقنه هتلر باسماء جديده. هدير جميل، مساء دي ام سي.
يعني كان مهم جدا جدا التقرير ده علشان نحذر حضراتكم، خاصة ان احنا زي ما قلت يعني الجو هيبتدي يبرد في الفترة الجاية، وبالتالي هيكون في يعني ناس جيلها برد جيلها دور انفلونزا، فبلاش حد ابدا ينساق لفكرة ان في حقنة سحرية، مفيش حاجة اسمها كده. هو دور البرد لازم ياخد الفترة الخاصة بيه وبعدين يعدي، لكن الناس اللي ممكن تستسهل او حد يقول لك في حقنة هتعمل مفعول سريع، كل الكلام ده خطر جدا، لانه مش بس ما بيعملش نتيجة، يعني يا ريت تبقى على قد ما بيعملش نتيجة، لكن المشكلة انه ساعات بيعمل نتائج كارثية. المشكلة التانية بقى اللي على جنب كمان انه المفترض كمان انه دلوقتي داخل الصيدليات مش مفترض انه اي صيدلي طبيب صيدلي او دكتور صيدلي عفوا ان هو يقدر يدي حقن، لانه المفروض انه نقابة الصيادلة طلبت من كل اعضائها على مستوى الجمهورية ان هم يتوقفوا عن اعطاء الحقن بجميع انواعها داخل الصيدليات، وقالت يمكن في البيان انه درءا للشبهات وسدا لباب الذرائع وحفاظا على الصيادله من انهم يتعرضوا للمساءله القانونيه عن خدمه طبيه مقدمه منهم لحين صدور تشريع قانوني، هذا التشريع هيديهم الحق في ان هم يقدروا اعطاء الحقن داخل الصيدليات. طبعا الموضوع عمل جدل كبير جدا 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 جدا. النقابة من ناحيتها طلعت اهو طبعا الورقة دي اللي احنا شايفينها في الصورة متعلقة على عدد كبير جدا جدا من الصيدليات، انه وفقا لقرار النيابة العامة المصرية بيمنع منعا باتا اعطاء اي من انواع الحقن داخل الصيدلية، وحسب قرار النيابة انه الطبيب البشري هو المختص في اعطاء الحقن داخل المستشفيات، وبيشكروا الناس للتفاهم يعني القصة دي. ليه؟ لأنه في عدد كبير جدا جدا من الناس اللي عندها بعض الأمراض المزمنة اللي بتحتاج إن هي يعني تاخد حقنة مرة في اليوم، وساعات بيبقى مرتين وثلاثة، فكانوا بيعتمدوا على أقرب صيدلية عند البيت بيتفضل يروح الصيدلية بياخد الحقنة الخاصة بيه، أو في بعض الأحيان في خدمات بيقدمها مجموعة من الصيدليات إنك تقدر تطلب الصيدلية بالتليفون ويجي لك شخص يعني مكلف إن هو يدي الحقن دي. الموضوع ده اتمنع او هكذا تم الاعلان من قبل النقابة حماية للصيادلة. خلينا نعرف كان ايه الدافع او الحافز لقرار بهذا الشكل، عمل جدل كبير في الفترة الاخيرة. معنا الدكتور محمد انسي الشافعي نقيب الصيادلة في اسكندرية. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ ايمن. اعتدنا على مدار سنوات وسنوات انه اي حد عايز يعني ياخد حقنه، اي حد مريض بيروح لاقرب صيدليه وبيحصل على الحقنه. ايه اللي خلى الموضوع ياخد هذا الشكل الكبير، وكمان النقابه تقول ان ده حفاظا منها على الصيادله في المقام الاول قبل حتى المواطن او المريض؟ هو حقيقي زي ما حضرتك قلتي، على مدار سنين طويله وعلى مدار عشرات السنين طبعا الساده الصيادله والصيدليات قايمه بدور كبير لخدمه المواطنين حتى في الجوائح وحتى في التطعيمات، في الحملات القوميه 100 مليون صحه وفيروس سي، دايما بيبقى الصيدلي متواجد وبيبقى على طول هو الخط الدفاع الاول زي ما حضراتكم عارفين كلها. الفتره اللي فاتت طبعا اصطدمنا بواقع كبيره جدا جدا، ان احدى الصيدلانيات طبعا زميله عزيزه وكان استغاث بها الاهالي، وكان في روشته طبيه صرفت روشته وتعطت الحقنه في الصيدليه على ايد مساعده معاها هي متخصصه في التمريض. البنات لاسباب خاصه البنات بعد انتقلوا المستشفى تعبوا وانتقلوا المستشفى وتوفوا الله يرحمهم طبعا، لكن الصيادله في الوقائع دي كلها لا يوجد حمايه للصيادله في الوقائع دي رغم انهم بيأدوا دور. احنا عارفين طبعا مئات الالاف من الصيادله، عشرات الالاف من الصيدليات هي تعتبر خط الدفاع عن المستشفيات طبعا، رايح كتير عن المستشفيات الخاصه والمستشفيات العامه، مش بس ماديا انهم بيعملوها مجانا عن المستشفيات، وكمان برضه توفيرا، حضرتك لو رحتي ممكن المستشفى ما تعملهاش يعني. كان دايما الصيادله مقيدين بروشتات، وده اللي حصل في الواقعه اللي بتكلم مع حضرتك عليها، لكن للاسف الموضوع طبعا لم يوجد اي في الواقعه اللي حضرتك بتتكلم عليها ما كانتش المشكله في الحقنه، كانت المشكله في اللي كتب الحقنه، ده اللي انا فاهماه ده صح؟ هو طبعا لا زال موضوع قيد التحقيق، ولكن ما حدث طبعا ان هي الصيدلانيه من ثلاث ايام احيلت للمحكمه الجنائيه، ودي طبعا اثارت
طبعا ضجه في الشارع الصيدلي وغضب كبير في الشارع الصيدلي جدا جدا فوق ما حضرتك خير. اكيد حضرتك متابعه طبعا كل واللي حضرتك صيادله والسوشيال ميديا. الموضوع صعب جدا بالنسبه لهم لانه في الاخر وصف الدكتور كاتب علاج للاولاد واتصرف بشكل مظبوط واتحقنوا واخدوا حقن بشكل مظبوط، ثم في طرف اخر وهو المستشفى. فاحنا عندنا من ناحيه الطبيب ومدى حساسيه ومدى وجود حساسيه عند الاطفال قبل كتابه العلاج، ثم عندنا بعد كده المستشفى وايه هي البروتوكولات والاجراءات اللي تمت مع الاطفال بعد انتقالهم للمستشفى. حضرتك بتتكلم على الحادث ده بالتحديد. طبعا ما ازعج الزملاء جميعا، طبعا ما ازعج الجميع الصيادله، مئات الالاف من الصيادله دلوقتي، ان الموضوع تقلص واختزل فقط في الزميله الصيدلانيه. ومش بس ان هي في خطا، يعني لو كان في خطا طبي اذا كان في، لا كمان الموضوع احيل الى المحكمه الجنائيه وفيها تعمد فيها تحريض والكلام طبعا صعب جدا جدا بالنسبه للزملاء. فطبعا اعتقد ان الموضوع احيل للقضاء، واعتقد انه يعني الحق هيظهر اكيد وهيبان كان فين نقطه التقصير او فين نقطه الخطا اللي ادت الى يعني الكارثه دي. طبعا يعني خالص التعازي لوالده الطفلين. بس حضرتك لو طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا طبعا نعديهم طبعا، وكنا معاهم من شهر ونص بالكامل طبعا. وفي نفس الوقت برضه الصيدلانيه اللي موجوده بعد اذن حضرتك هي برضه ولدت اطفال دلوقتي وسنتين ونص ومريضه بالحساسيه، موجوده في السجن مع ناس بتوع مخدرات، موجوده الوضع بتاعها طيب. صعب جدا الوضع الانساني. فطبعا الموضوع بتاعها ما عملتش الا انها خدمت، وكل مجمع على كده حتى الاهل انها جت تخدم اعطت اوضه. احنا في انتظار ان يكون في كمان تحقيق سريع، ان يكون في اجابه سريعه على اللي حصل. لكن بشكل عام كمان يا دكتور، دلوقتي اي صيدليه هتخالف هذا القرار، هل ده يعتبر مخالفه للقانون؟ هل هيكون في عليها اي عقوبات؟ لانه لو في صيدليه او لو في صيدلي قرر انه يساعد حد دخل له مثلا محتاج حقنه دلوقتي، وان هو ده اقرب حد ممكن يعني ينقذه هو هذا الصيدلي، هذا الدكتور اللي موجود في المنطقه الفلانيه، وهو خالف هذه القاعده اللي بتعممها النقابه، هل يقع عليه اي عقاب؟ طبعا هو الزامي على جميع الصيادله، ولكن هو غير انه الزامي هو مطلب واسع، لانه لا دلوقتي الصيدلي ايه اللي هيحميه؟ هو بيدي حقنه بشكل صحيح وبشكل مظبوط، ايه اللي هيحميه لا قدر الله؟ فهو ده كان مطلب دافع لينا وضغط علينا. ثم كان طبعا التحقيقات والحاجات خلت طبعا النقابه جميع النقابات والنقابه العامه طبعا الصيدله، وعندنا نقابه صيدله الاسكندريه طبعا اخذت مبكرا القرار، وفعلا الزملاء كله ملتزم، واي زميل بيخالفه طبعا بيعرض نفسه وفق قانون النقابه ولائحه الداخليه للنقابه للتحقيق معه في لجنه التحقيق الرسميه في النقابه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادله بالاسكندريه، شكرا جزيلا.